انا راه انسان راه معروف، كنت خايب، كنت كندير كل شيء، كنت كنبيع جميع المخدرات، عندي جميع التهم اللي كاينه كاع في العالم، ضرب وجرح عام مستديمه، محاولات القتل، التجاره في اقراص، تجاره في مخدرات، تجاره في الشيره، تجاره في كوكايين، كل شيء، جميع المناتف كامل اللي كاين في الدنيا درتهم، الا التعدو على الوليات والا التعدو على الناس، هذا الشيء ما عنديش معاه. دوزت مرحله بزاف ديال المراحل، عده سوابق، دوزت 23 عام وست شهور وسبع ايام من عمري اللي مشات في طريق هذا الانحراف، وفي طريق المخدرات، وطريق هذا الطريق الخايبه هذه. ولكن دابا عفا الله، الحمد لله، ربي حبنا، تاب علينا، جرنا لعندو، حنا غاديين بما يرضي الله. فاذا بيا نهار ثاني عيد انا خارج من الجامع، كنلقى الناس كيقولوا لي اسمح محمد شنو هذا الشيء كدير؟ شنو هذا الشيء واقع؟ شنو هذا الشيء؟ قلت لهم انا راه ما فاهم والو، علاش كدوي؟ قالوا لي وسير قرا، سير شري الجورنال اليوم وقراه. مشيت للجورنال، مشيت شريت الجورنال ديال ذاك النهار، فعاد بيا كنلقى راسي تاجر مخدرات، بارون كذا، هدد امنيين بالقتل، ما خلى، ما قالوا لهذا الصحافي، انا ما فهمت والو. دوزت ذاك المقال، وقعوا لي مشاكل في ديك السيمانه، الشركه اللي كنت خدام معها ديال التي سي ان اللي كنصاوبوا الارضيه ديال المدينه العتيقه وديال المغرب كامل، فاذا تيعيطوا لي قالوا لي اسمح محمد شنو هادشي في الجورنال؟ حنا عرفنا كتبتي ودرتي عقلك هذه اربع سنين وزياده، شنو هادشي مكتوب في الجورنال؟ قلت لهم انا براسي ما عارف والو. قالوا لي اخويا انت تقدم الاستقاله ديالك، غادي تعفى من المهام ديالك، حنا راه ما نقبلوش عليك وبهاد الجرائد هادو اللي تيهضروا عليك، هادشي هذا راه انت غير مقبول عندنا في الشركه ديالنا، ما عليناش. خديت الاستقاله ديالي، خديت الحساب ديالي، انا دابا جالس من الخدمه. فاذا بيا تيدوز واحد الاسبوع، عاوتاني كينزل مقال واحد اخر، تتمه ديال ذاك المقال الاخر، تيقول بانني انايا درت وحملت السيف وكذا، وما خلى ما قال، راه المقال هو راه عندي هنايا، راه غير ما بغيتو نقرا عليكم ماشي مشكل. وكيقول بانني انا ضبطتني رجال الضابطه القضائيه، شدوني وداروني في الحراسه النظريه، وقدموا لي السيد وكيل العام، وقرر الوكيل العام انني نتوضع في الدار الحراره الاعتقال الاحتياطي بسجل المحلي بالعرجات واحد. وهذا الشيء ما كاين منه والو، انا ما تشديتش عند البوليس، وما تشديتش عند الوكيل، وما كاين حتى شي حاجه من هذا الاعتقال هذا. انا باقي تنفك في المشاكل ديالي، تنجري من هنا باش نفهم شنو واقع في هذا الشيء. اذا بيا تكينزل المقال الثالث، المقال الثاني، تيقول انا في العرجات ضبطوني وتحاليت على وكيل الملك، وتقرر انني نتحط الاعتقال الاحتياطي. المقال الثالث كينزل كيقول بانني انايا هذاك الضابط اللي جا في اللي قال في المقال الثاني ضربني وطيحني واعتقلوني، تيقول في هذا المقال الثالث بانه هو جا لعندي باش يتفاوض معايا باش يشدني. انا صدق ضربته وصدق، وانا دابا في حاله فرار، كيف يعقل انني انا في اسبوع الاخر في حاله اعتقال، ودابا في هذا الاسبوع انا في حاله فرار؟ انا ما فهمتش هذا الشيء، هذا السيد هذا فين بغى يوصل بهذ المقالات ديالو؟ واش كاين شي واحد اللي تيقول لي هذا الشيء هذا، ولا من ديته الراس، ولا شي تصفيه حسابات مع شي واحد تيحفر ليا فين نطيح؟ هاد السيد هذا سأل ليا بزاف، خرج لي على مهمتي، ديما طايحه سخفانه، ديما مخلوعه، مراتي حامله حتى هي، كلها طاحت ليا حتى هي، كلشي العالم تيعيطوا ليا الناس من اوروبا من المغرب، واش انت اسمح محمد في الحبس ولا برا؟ تنقول لهم اودي انا راه برا، راكو كنت في الحبس ما يكونش خدام فيسبوك ديالي واتساب ديالي، وانا تنزاول المهنه، واحد المهنه عندي احتياطيه في المرسى تنخدم فيها حتى هي تنتمعش منها، كيف يعقل انني انا في الحبس وانتم كتشوفوني يوميا وكتشوفوني في فيسبوك ملا واحد التصاور ديالي في الخدمه ديالي في المرسى؟ متبع مع مؤسسه محمد السادس لادماج السجان، متبع معاهم هذه اربع سنين والزياده باش فاتح ملف معاهم، ومتبع معاهم، وكل شهر كنمشي كنحضر الحصص وكناخذ دروس في التقويه وفي التوعيه، وراهم شاهدين على هذا الشيء هذا. وانا البارح كنت عندهم، قالوا لي سير دفع شكايه لوكيل الملك، وخلينا حنا اللي غادي نتكلفوا، حنا اللي متبنيينك، حنا اللي عارفين السيره ديالك بانك جبتي ودخلتي سوق راسك ومتبع معنا، حنا اللي غادي نتابعوا هذا السيد هذا على هذا الشيء اللي يقول عليك. هذا الشيء اثر عليا بزاف، هذا الشيء اثر عليا نفسانيا ومعنويا، واثر عليا على عائلتي، وخرج عليا من الخدمه ديالي،
لا هي رسميه اللي هي شركه. ها هي واش كاين شي واحد مجرم عباد الله باقي تيخدم في شركه وتيدير لها سانيسيس تيقول لك انا كنتاجر في المخدرات؟ واش هذا الشيء معقول؟ كيف يعقل؟ تيقول لك عندي مساطر مرجعيه. فين هي هذه المساطر المرجعيه؟ لو كانت عندي مساطر مرجعيه نكون في الحبس. مساطر مرجعيه راه تيعرفوها الناس ديال القانون شنا هي مساطر مرجعيه. اذن هذا السيد تيخرف. ها هو خرج عليا، ها هي الاستقاله ديالي من الطرد من الشركه، انا مشات لي الخدمه ديالي. هذيك في سابقه قديمه عندي، هذيك ماشي دابا، هذيك في 2009، هذيك داري. كنت جالس في الدار ديالي انايا وخليت الشمعه شاعله. ما كانش عندي الضوء في الدار السفليه، خليت الشمعه شاعله. هذا السيد غيكون احسن من القضاء. انا دزت عليها في المحكمه هذه القضيه هذه، وخديت عليها عام وقوف من التنفيذ، خديت عليها عام سورسي. واش القاضي هذا لو كان تبين له بالقناعه ديالو انني انا شاعل اضرب النار عمدا، يعطيني عام سورسي؟ ما يعطينيش عام سورسي. اضرب النار يعطيو لي 20 عام، واخا تكون حارقه حوايجك. هذه سابقه داز 2009. هذا السيد ما عرفش علاش جبد هذا الشيء، هذا ما عرفتوش انا علاش تيخطط. واش تيخطط لي شي ماكيده مستقبلا او لا ماكيده حاليا؟ ما عرفتوش انا علاش تيبني هذا الشيء هذا. وشكون هذا السيد اللي تيدفعو باش ينشر هذه المقالات هذو؟ مجرم خطير. كنت ما نكذبش على الله، كنت مجرم خطير، كنت كندير كل شيء. ولكن عفا الله، الله سبحانه راه فاتح باب التوبه ديالو في اي لحظه وفي اي وقت. هو داك الشيء اللي تيقول هو انا كنت مجرم خطير، انا راه خلصت عليه من عمري. انا خلصت عليه نصف عمري، انا دابا في عمري 47 عام و4 شهور، دار 23 عام و6 شهور و7 ايام، ندير له عمليه حسابيه؟ اذا انا القانون ما بقاش يسالني والو. قانونيا ما تيسالني حتى شي واحد شي حاجه، خلصت انا بقيت كندير والو. عندي خدمه ديالي رسميه، عندي ناس تيثقوا فيا تيتعاملوا معايا على حساب التوبه اللي تبت، كيشجعوني كيدعموني، البوليس هما كذلك ومثال تيشجعوني، الناس كلها ولات كتحبني، كل شيء تيولى تيموت عليا. علاش؟ كنت واحد الانسان خايب وليت واحد الانسان صالح. حتى واحد ما كرهي يولي انسان صالح، كون لقيت الخير في داك الشيء كون لقيت فيه. ولكن الحمد لله ربي يحبني، اني علم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا. علاش تيحفر ليا؟ علاش تيدير هذا الشيء كامل؟ هما ثلاثه ديال المقالات هما شوهني فيهم والو بالباطل. كون كان غير هذا الشيء حق ما كاينش مشكل. انا مشيت عند السيد وكيل الملك وصيفط معايا مفوض قضائي للدائره اللي تيقول هو هجمت عليها، وهزيت سيف من الحجم الطويل وهددت امنيين بالقتل وقطعوا رؤوسهم بانني كنتاجر في مخدر وداك الشيء. جينا عند رئيس الدائره هضر مع المفوض القضائي، قال له انا راه مصيفطني الوكيل العام ديال المحكمه الابتدائيه بالرباط، واش هذا السياد الشيء اللي مكتوب في الجورنال على هذا السيد السلاوي واش بصح دار هذا الشيء ولا ما دارش هذا الشيء؟ قال لي انا غنجاوبك قانوني باش بلا ما نبقاو نطولوا الهضره. قال له بمجرد ما نزل المقال الاول على السلاوي بهذه الوحشيه هذه، قال له راسلتني الاداره العامه للامن الوطني، وراسلتني المحافظه على التراب الوطني اللي هي لا ديستي، وراسلتني رئيسي. هذا رئيس الدائره، هذه شهاده ديال رئيس الدائره ديالنا ديال الدائره الاولى اللي بملاح، تيقول لهم بان هذا الشيء ما كاين منه حتى شي حاجه. حقيقه ولد اختو كان عنده مشكل مع دي شيفور ديال الديباناج، ضرب له ولد اختو، جا دخل في الدار مشكل، وبالعكس انا تنازلت لذاك السيد، انا ما خليتش ولد اختي يتابعه. نظرا خلاف بسيط واخا زرب عليه خشالو بنيه في وجهه، حنا على وجه شي دوزنا شي وكذا، وهذه ما كاينش شي حاجه اللي هي خايبه. انا من هذا المنبر كنادي صاحب الجلاله، كنادي صاحب الجلاله وكنعاود النادي وكناديه. هو سيدنا هو اللي قد بينا، هو اللي قد بهذ الحكومه هذه، هو اللي قد بهذ الصحافه، هو اللي قد بكل شيء. انا يا راه وليت مواطن صالح وتابع لي سيدي ربي، وتنحب سيدنا وتنحب بلادي، وايوك اي خرجات اي حاجه اي ضيف جا عند سيدنا كنخرج معايا جمهور ديال عباد الله، وعندي دي فيديو وعندي تصاور وعندي مسائل غندلي بهم من بعد حتى همايا، باقي غندير فيديوهات وغادي ندلي بكل شيء. باش حتى اللي ما تيعرف السلاوي على حقيقته وتيسمع غير الاشهار وتيسمع الكوارث، كان تيسمع الكوارث وتيسمع الاجرام، دابا غيسمع حاجه اخرى اللي هي مفيده. انا الناس يزيدنا باش يتدخل وينصفني وياخذ لي حقي. السلام عليكم، انا من الساكنه ديال الملاح، وغنتكلم لكم على خونا السلاوي. هذاك راه خونا الكبير، ماشي زعما شي واحد انسان براني، حنا انسان السلاوي واحد انسان طيب كيبغي الخير لهذا الحي بشهاده الناس كاملين. والحمد لله خونا السلاوي راه وقف معنا، هو اللي نظم بعدا
الله يجازيه بخير. فاش كانوا كيصاوبوا البافي ديال الملاح هو اللي كان تيدخل باش كيصلحوا وداك الشيء. والسلاوي راه انسان الا كان عنده ماضي هذيك الخايبه ولا كله واحد انسان طيب كيبغي الخير للشباب. بالعكس هو كيجمع الناس كاع اللي هما كيبغيو يتبلاو ولا كيبغيو يخرجوا على الطريق. بالعكس كينهيهم كينصحهم. الحمد لله كتلقاه نهار الجمعه حتى هو حتى هو غادي حتى هو كيصلي. انسان واحد انسان راه تاب الله تعالى اللي بغى يقول عليه شي حاجه ولا شي هذا الانسان راه تاب الله تعالى. عنده خدام دابا على واحد المهم الله يخليها له. خدام على اسره عنده اسرته. واش اللي بغى هو انسان باغي انه يخدم كي ياكل الحلال. هذا هو اللي نقول لكم. انسان باغي ما بقاش انسان كيطلب على انه ياكل واحد الحاجه ديال ماشي ديالو. دابا كيطلب انه ياكل الحلال الله يعاونو عليه. انا من سكنه الملاح حي الملاح. خويا هذا السيد هذا ولد الحومه ديالنا جارنا. زعما الصراحه ما عمرنا زعما شفنا عليه شي حاجه خايبه ولا ما كيأديناش وما عمرو أدانا زعما. والسيد تغير الصراحه كي كان قبل على دابا زعما تغير وكيحترم كل شيء كيحترم الكبير والصغير. زعما ما عمرنا شفنا منه شي حاجه ديال العيب الحق نقوله. وعزيز بحال خونا كيحترمنا ليومنا هذا واخا هو اكبر منا كيحترمنا. السلام عليكم. نهضروا على اسم محمد السلاوي. وكما قال الاستاذ كان خايب في الاول كان خايب كنا كنعرفوه صغير كان صعيب وهذه. ولكن الحمد لله دابا ولا كيهتم بالشباب ولا كيخدم في الملاح كيخدم تريد الشباب والدراري ولاو تيتعطاو المخدرات ولا كيمشي عندهم كيهضر معاهم ما تعطاوش المخدرات حتى شي ما خدامش ولا لا وقعت شي مدابزه ولا شي حاجه كينوض كيفك يعني ما كيخليش شي حاجه توقع في الملاح الحمد لله. والله يسهل عليه راه خدام على عائله تا هو راه عنده عائله وعنده وليدات وهذه الله يسهل عليه الله يبارك فيه. السلام عليكم اخواني. هذا الانسان هذا اللي تنعرفوه ولد حومتنا وكابر معنا زياده وخلق معنا تنعرفوا عليه غير الخير والاحسان. ان كاع كلشي تيخطا ما كاينش شي واحد في العالم ما خاطاش ما درتش شي خطا. وهذا راه واجب عندنا وان هذاك السيد تسمعوا فيه غير الخير والاحسان. اي مشكل كان في الملاح هو اللي تيتوسط فيه هو اللي تيفكوه هو زعما كينقد الدراري بزاف ديال الحومه تعرفت منهم الدراري ديال الحوات تيخرجوا يصيدوا تيكونوا تيصيدوا تيدخلوا تيديروا لهم الضاجيج تما المشاكل وهذه وهذه. هو اللي تيتبسط لهم هو اللي تيجري على الدراري هو بزاف ديال الامور. هذا السيد تنعرفوا عليه الله عمر له الدار. تا هو رجل ونعم الرجوله.